رحيم وعلى بركة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام على انطلاق يتواصل والتحية تستمر من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة بشعارات أصحاب السمو والشيوخ شوطنا الخامس والمخصص للإبكار محليات الأصايل مسافتنا 4 كيلومترات أسير مباشرة على المقدمة والصدارة مع المركز الأول هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي المحترف من يتقدم في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة دائما لهذا الشعار. المركز الثاني وصول وتقدم من الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الثالث هملولة دشت معاها واسمها هملولة لهجن الرياسة عملية التضمير علي بن ميل الوهيبي. انتقل مباشرة مع المركز الرابع، هملولة خذت المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي، بينما المركز الخامس وصول ودخول وتسلل في هذه اللحظات من الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز السادس في هذه اللحظات. يا سلام هذه الرمادية، معالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد مختار بن أحمد من يتولى عملية التدريب والتضمير. المركز السابع غزلان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي يتقدم بخليفة في عملية التدريب والتضمير، بينما المركز الثامن وصول من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. المركز التاسع طلوع وصلت هنا أيضا على المركز التاسع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي بن راشد الغيلاني من يتابع هذا الشعار. المركز العاشر شعار هجن الرياسة يقدم لنا الشاهينية ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يتقدم المجازف كما تقدم في الأشواط الأولى. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات. يا سلام أعود إلى البداية الأولى، الشاهينية على الصدارة رأس حربة هذا الشوط على المقدمة وعلى المركز الأول لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، فلله درك يا أبو سعيد. بينما المركز الثاني هملولة وصلت هملولة لهجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي، بينما المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الملقب بالمجازف هنا يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. المركز الثالث في هذه اللحظات هملولة لهجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي، بينما الرمادية خذت المركز الرابع. معالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد مختار بن أحمد من يختاره هناك أيضا، هنا أيضا المركز الرابع حتى هذه اللحظات يراقب الصدارة يتابع الصدارة، بينما المركز الخامس الله الشاهينية تقدمت لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله 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 5 مراكز في موقع واحد، الكيلو الأخير الكيلو الخطير والمثير، اتجاهنا اتجاه صحيح وسليم نحو خط نهاية. أعود إلى البداية هلولا، أعود إلى الصدارة هلولا، الاندفاع الذاتي بلا أوامر بلا تعليمات من الشاهينية والشاهينية لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بقيادة أبو سعيد بقيادة المجازف. الله الله أشوف الدخول من العين لهجن الرياسة، وصل الخبير تقدم بمبارك عوض بن مبارك المهيري. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثالث وصول من الرمادية، معالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد مختار بن أحمد من يتولى عملية التدريب والتضمير. المركز الرابع وصول من العين، تدخلت العين في هذه اللحظات لهجن الرياسة عوض بن مبارك المهيري. هكذا النتيجة، ولكن أعود وأتابع، أتابع البداية هلولا، أتابع الصدارة هلولا على المركز الأول. سلام
سلام سلام سلام للرياسة وهجنها، سلام للشعار الأحمر، شعار الخطر، شعار الرموز، يتواجد على البداية هلولة، يقدم دائما الأصالة على المركز الأول. سلام يا المجازف، سلام مشكور يا أبو سعيد. بينما المركز الثاني الرمادية معالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد، والمركز الثالث لحظات وصول الشاهينية لهجن الرياسة، والمركز الرابع أيضا العين لهجن الرياسة، والمركز الخامس وصول من الشاهينية لهجن الرياسة. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى آخر التوقيت الزمني، لحظات وصول وعبور الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون علم هيري. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 5:59 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصلت الرمادية معالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد على المضم المختار بن أحمد، وتوقيتها الزمني 6:00 ثمان أجزاء من الثانية. والمركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازف، والتوقيت الزمني للمركز الثالث 6:00 وفاء وتماما وكمالا.